امرأة صالحة عمرها فوق 90، يقول ابنها: في يوم من الأيام جاءني قريب لنا وأمي جالسة عندي، فلما دخل قال: ما شاء الله، الوالدة عندك؟ يعني في البيت. فقلت: لا، أنا عندها من باب الإكرام لها. فقالت الوالدة: لا يا بني، عندما كنت صغيرا كنت عندنا، ولكن لما كبرنا صرنا نحن عندك. ألم تقرأ قوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما؟ يقول الإبن: كأنني لأول مرة أسمع هذه الآية. كل شيء في الوالدين يضعف مع تقدم السن، ورقة الأب تضعف إلا عاطفة الأبوة والأمومة، فلا تزداد إلا قوة. فاحذروا أن تطفئوا هذه العاطفة ببرودة مشاعركم.